السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم العثماني محمد، مدينه خميسات، الجامعه تيت سيبرن. اليوم جيت باش نوجه واحد الرساله خاصه الرئيس السلطه القضائيه. عندي وانا واحد الدوسي كيتعلق بالمحكمه الاستئناف وما غاديش نذكر الاسماء. اليوم انا قررت وخديت القرار، جيت من مدينه خميسات لمدينه الرباط باش نشوف صحافه يوصلوا لي الرساله ديالي عند رئيس السلطه القضائيه. اليوم انا هو الطلب ديالي الاول والثاني هو الطلب مقابله مع رئيس السلطه القضائيه، والميل مع من كانت على من كنتكلم كنطلب المقابله هو هذا، وكيتواجد عند السلطه القضائيه. وهذا الشيء ما نقدر ما نقول. واليوم انا كنطالب حقي، لحقاش انا تلاقيت مع السيد الخاسم ديالي، هو كيضغط عليا بهذه الطريقه هذه، تسدوا عليا مجموع البيبان ديال الاداره. هذا الشيء هو اللي جعلني اليوم باش نوجه رساله خاصه الرئيس السلطه القضائيه. عندي الامان كبير في رئيس السلطه القضائيه كما دار فيه سيدنا، الثقه التامه عينه كمسؤول على المواطن على الشعب المغربي. اليوم انا هو هذا الشيء هو اللي جعلني باش نطالب واحد الطلب مقابله مع الرئيس السلطه القضائيه. عندي الامان كبير فيه باش يحل لي المشاكل ديالي، لحقاش انا حسيت بالحقره، حسيت بزاف د الحوايج كيتسدوا لي البيبان في وجهي. وهذا الشيء ما نقدر ما نقول. السلام عليكم وتعالى وبركاته. بالاختصار ما بغيتش ندخل في تفاصيل بزاف استاذ، الموضوع من بعد ان شاء الله غادي توضح كل شيء. هذا الشيء هو اللي زعما اللي ما قدرت ما نقول. من 2019 هما سميتو وقع خطا، حتى بالنسبه للحكم وقع خطا، وقع خطا لحقاش جات كورونا تسدو، ومن مور كورونا انا كنت صدم بالحكم بدون الاستماع للشهود. ولكن هذا الشخص اللي كيتهم، يعني هذا الشخص باش كيتهم؟ كيتهمني باضراب النار. على فين البلاصه؟ النواحي ديال الخميسات. شنو زعما حرقتي ليش؟ ما تحرق حتى شي حاجه، على حساب هذاك الشيء الناس اللي كيقولوا انا ما شفت حتى حاجه وما كنمشيش لهذيك البلاصه، وهذيك البلاصه بعيده عليا تقريبا شي 6 كيلومتر ولا 7 على حساب هذا الشيء اللي كنقول، وما عندي حتى شي علاقه معاه وما عندي ما ندير به. حتى شي علاقه بيه؟ ما عندي حتى شي علاقه. ما كنعرفوش تماما، ما كنعرفوش وما عندي حتى شي علاقه معاه، ايجابيه ولا سلبيه. وانا التربيه ديالي اللي تربيت والاخلاق ديالي وعلى حساب تجربتي، انا ما يمكنش باش نحط راسي في هذيك المهزله، ما يمكنش. حتى الضمير ديالي المهني ما غيعطينيش الضمير ديالي باش غنحط راسي في هذيك المهزله. وهذا الشيء ما نقدر ما نقول. اليوم انا كنعاود نقولها ونكررها مزيان، كنوجه طلب مقابله الى الرئيس السلطه القضائيه كما دار فيه سيدنا الثقه، حتى حنا كنديروا فيه الثقه وعندنا الامان كبير في القضاء باش ينصفوني، وعندي الثقه التامه في رئيس السلطه القضائيه باش يستقبلني باش نمدلو الدوسي من يدي ليديه ان شاء الله. وهذا الشيء اللي كنتمنى. الحكم تحكمت غيابيا. تحكمت غيابيا بثلاث سنين ديال الحبس. درت تعرض على الحكم، ودابا الحكم كيتناقش من جديد حقاش تحكمت غيابيا. حتى لي زديدعات اللي خرجوا للشهود، لي زديدعات اللي تعطاو للشهود في 20 شهر 3 ما اجتمعوش للشهود. فهمتي. وكاين خطا في واحد القرار. شهود ما كاينين، شهود تقريبا شي 7 ولا 6 شهود اللي كاينين، كاينين شهود. وكاع الشهود هذاك الشيء اللي مذكور في المحاضر الضابطه القضائيه، اي وسيله الاثبات تثبت اي شاهد راشد بعقله كنقول واصل على الشهاده في الشريعه الاسلاميه، حتى واحد ما كيقول لك انا العثماني دار هذه المساله هذه. فهمتي؟ الا هما استغلوا الطفله صغيره، طفله صغيره عندها 8 سنين ولا 9 سنين، طفله لا يعقل استاذ تعطيها غير الحلوه غير الباسطه، فهمتي؟ يلعبوا لها على الدماغ ديالها وما عارفاش شنو هي الشهاده في الاسلام. فهمت؟ اييه. وانا كنقول في هذا المنبر انا كنوجه الرساله للقضاة النزيهين باش يشوفوا الملف ديالي بالعين الاعتبار. البنت انا كنطالب الغاء البنت القاصره غير جاهزه في الشهاده
ومجموع تناقضات حتى في المحاضر الضابطة القضائية، تناقضات مجموع تناقضات في المحاضر الضابطة القضائية، لا من طرف الشهود لا من طرف الطفلة صغيرة، مجموع تناقضات. وهاد الطفلة هادي اللي جات بينا هو باش كونوها وصنعوها كما كيقولوا باش تجي تشهد فيا انايا، باش هو يوصلوا واحد النتيجة يوصلوا لغاية ديالهم، هي راه بنت الخدام ديالو مول الفيرما، فهمتي؟ مول الفيرما راه كيدير شي حاجة في الدولة، ما عرفتوش شنو هو كيدير بالضبط، كون عرفتو غادي نقولها، ولكن ما عرفتش بالضبط شنو كيدير في الدولة. إذن هذا هو، أنا حسيت بالضغوطات، حسيت بالبيبان، كي ما عرفتش أنا. علامات الاستفهام، أنا ما فهمتش واش الناس اللي هما قرابين للحداه اللي ورطوه حتى هو في هذه المهزله هذه. المهم انا ما عرفتش، الان كنسول انا شنو داير، شنو هو الذنب ديالي، شنو هو كاين، على حساب تجربتي في الحياه وعلى حساب تجربتي في النضال ديالي. انا الضمير ديالي دائما كنقولها ما كتسمحليش انا باش نقوم بهذه المسائل هذه، ما يبغيها لا ربي لا عبده. هنايا اليوم انا كنوجه رساله للقضاة، محكمه الاستئناف، محكمه الرباط، باش ياخذوا الملف ديالي بعين الاعتبار، باش هذا الملف هذا وحتى المسائل المذكوره في المحاضر الضابطه القضاء اي وسيله الاثبات تثبت هذه المسائل ولا هذا التخربيق هذا اللي كيتواجد في الدوسي. هما لبقوا لي التهام باش اي مناضل، وصل لك استاذ واحد الرساله، اي مناضل كيتعرض لهذه المهزله هذه، كيتعرض للمجموع ما يكون في سميتو. ولكن هذا انا كنوجه الرساله الى الرئيس السلطه القضائيه، كنطالب مقابله مع الرئيس السلطه القضائيه، وكنطالب باش القضاة يشوفوا من الملف ديالي. انا ماشي واحد الانسان مربي وعندي الاخلاق، ماشي واحد الانسان مجرم. تقريبا مع العشرة ولا ما نعرفش هذاك الشيء، ما حتى التوقيت ما حدوهاش بالضبط، انا كنبحث على التوقيت ما قالوهاش بالضبط في المحاضر الضابطه القضائيه. انا كون بغيت ندير شي حاجه أستاذ، واش غنمشي بنهار؟ لا ما نمشيش بنهار، نمشي مع الوحدة دليل، جوج دليل، ثلاثة دليل، نختار الوقت المناسب، واخا ماشي هذا الشيء ماشي في المستوى ديالي أنا، وما نقدرش نديرها لا اليوم ولا غدا، خصني نختار. واش أنا إلا كنت مشيت قوالت الناس مع العشرة النهار ولا ال 11 اللي كيقولوا الله الله أعلم على حساب سميتو التصريحات ديالهم هما، إذن أنا ماشي بعقلي، إذن أنا مريض نفسانيا، إلا مشيت بنهار وقدام الناس وقدام الملا كندير واحد الحاجة ما يتقبلهاش الضمير ولا الله سبحانه وتعالى، إذن أنا أحمق. إذن أنا يكون بغيت ندير هاد الشيء، كاينة الطرق اللي الإنسان إلا بغى يدير، وهذا الشيء اللي بغيت نوصل. أنا كنطالب طلب مقابلة مع رئيس السلطة القضائية. السلام عليكم.